النادي الاهلي في من وجهه نظرك طبعا دي ليست معلومه ولكن هي وجهات نظر. اتفضل. افضل يعني. طبعا العوده للاربعه 3 2 1 في المباراه دي، اكيد انت بتلعب فريق المنافس. يا ابو حميد ماشي. لا انا شايف ان لا انا بدات بيك النهارده. العوده للثلاثه ارتكاز، انت بتلعب طبعا المنافس المباشر دلوقتي حاليا في الدوري بيراميدز، عايز ان انت توقفه يعني، وان انت تواصل الانطلاقه الممتازه في الدوري. اكيد محمد الشناوي في حراسه المرمى، ياسر ابراهيم لو جاهز هيبقى ياسر وعبد المنعم او ايمن اشرف، يعني اي حد من الاثنين دول، بس طبعا عبد المنعم وجنبه ياسر او ايمن اشرف. محمد هاني ناحيه اليمين، علي معلول ناحيه الشمال، حمدي فتحي، السوليه، ديانج، بيرسي تا، واحمد عبد القادر، محمد شريف. انا هفضل بعد مع عوده ايمن اشرف ان شاء الله بالسلامه ان احنا نلعب ب 3 4 3 ونحط ورا ايمن اشرف على الشمال، في النص محمد عبد المنعم، وعلى اليمين ياسر ابراهيم، ويبقى محمد هاني فول باك طاير على طول طول الوقت، ما عندوش اي ازمه في العوده للدفاع، وعلي معلول فول باك طاير طول الوقت، ما فيش ازمه عنده ان وراء ايمن اشرف مغطي. بتلعب 3 3 3 ستوبرز يعني. وهحط في النص ان شاء الله باذن الله يبقى عمرو السوليه واليو ديانج، والثلاثي الامامي بيرسي تاو وقفشة، وقدامهم محمد شريف. وجهة نظري هي طريقة أشبه باللي احنا لعبنا بيها قدام نادي الزمالك، وساعتها النادي الأهلي تمكن من الفوز بخماسية خلال 69 دقيقة. فأنا أعتقد الطريقة دي بتفيد النادي الأهلي قدام الفرق الكبيرة، لأن هي بتحرر علي معلول والفول باك. طبعا كان ساعتها أكرم توفيق، لكن معنا محمد هاني برضو بيقدم مستويات جيدة، وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله المباراة دي كانت استسلام مهمة لينا قوي 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 في مشوار الدوري ان شاء الله. طبعا هي مباراة مهمة زيها زي كل المباريات، في مباريات مهمة جدا، ولكن في النهاية هي مباراة الدوري لسه فيه رايح جاي، يعني لسه طويل جدا، الدوري هيخلص في شهر 8 وعليه خير.